هلو اميغوس، تقريبا انا هنايا في قرب المتحف اللي كاين داخل هنا مورا السور، متحف دار البارود. متحف تقريبا لو تيم ديالو هي التحصينات العسكريه لمدينه طنجه، القصبه ومنطقه الميناء اكسترا. فيها ما يتشاف اللي عنده اهتمام يعني بتاريخ المدينة وبعض الطرق الدفاعية أو التحصينات اللي كانت كتتابع آنذاك، وبعض المدافع دي زيشونتيون ديال الأسلحة اكسترا. المهم فيه ما يدار، 20 درهم ماشي شي حاجة بالنسبة للإنسان اللي عنده اهتمام. بون المتحف انا درت عليه دي فيديو من الداخل، وان كان بعض الاحيان كيقول لك ما تصورش. علاش؟ لان باش يبقى شويه السسبنس وبنادم يجي باش يشوف. انا كنعتبر ديك السسبنس، ومن بعد يدخل كيتحبوا شي حاجه، ولكن ملي كيدخل كيتفاجئ وكتكون صدمه، كتكرهوا كاع في المتاحف. دونك من الاحسن نعطي واحد الفكره، واللي بغى يتوسع يجي، لان كاين معطيات كثيره تما. اوكي، دونك انا سويبورت صور في اي مكان، غير تكون النيه ديال السيد اللي كيصور ماشي التشهير وانما الاشهار. اوكي مزيون هذا. اوكي ياك. كان سي مفتي عبد الاله، الا درتوها في الفيس غيخرج لكم، عنده اون باج مزيونه كيجيب المهم من عشاق هذه المدينه والمدافعين عنها وابناء المدينه البراره واكسترا اكسترا. كندير واحد لا فيديو على هاد الطرف ديال السيما اللي هو هنايا، هذا اللي كتشوفوه واللي مبني يمكن نقولوا بطريقه شبه هرميه، وسير غتكون تما اون بلاك. انا فضولي في هذا الشيء، بغيت نعرف ديالاش هاد الطرف هذا دابا اللي جاو، الطرف ديال السيما هنايا امبلونتي هنا حدا السور، وهذا جاتني الا كانوا غيديروا شي حاجه اللي هي كتمشي مع هاد مثلا شي بلاك كتوضح وكذا وفيها الاشارات، فيها يعني تشوير اللي كيساعد، فبا بروبليم. ولكن الا كانت غتكون شي لوحه اشهاريه هنايا بحال هذيك، راه هي باش يجي واحد لهنايا باش يشهر، باش يبيع المنتوج ديالو ولا يقدم الخدمه ديالو، انه يجي يغطي على الاستوار ديال المدينه. ف كنظن داك الشيء ما منوش. علاش؟ ملي بحثت لقيت في لاباج ديال ياسين القرفطي انه كان تصور، كان خدا لقطات من اللي كان جا واحد الوفد الافريقي لهنايا، كانوا تصوروا هنايا واعتبروا هاد لو بوين هذا سي لو بوين زيرو كيلومتر بالنسبه لافريقيا. حنا دائما عندنا ان بوين زيرو ملي كنبداو نحسبوا، مثلا كنقولوا المسافه بين ازيلا او بين مثلا العرايش وطنجه 90 كيلومتر، منين كتبدا هاد 90 كيلومتر؟ الا بدات من هنايا اش من طريق غنتبعو؟ واش افول دوازو ولا تابعين الطريق الرئيسيه ولا؟ المهم بحثوا شويه حتى نتوما وفيدونا. دونك انا ما عنديش معلومات، المعلومات اللي عندي هي هذه اللي غنهضر عليها، هي لو بوين زيرو. الوغ لو بوين زيرو ملي كانوا جاو دوك الافارقه وخداو صور تذكاريه هنايا، كانوا دي بون كارت، هذوك لي كارت وداك الشيء اللي كان هنا كلشي طاروا به فين ان شاء الله اعلم. انا ما تعكليش فرصه نشوفه، ولكن شفت عند الزميل اللي كان تيق به لاباج ديالو نقيقيه وكي دوكيمونتي، ومن هنا كنوجه له تحيه. دائما كندوز من هنا، جي با في اتونسيون، كندوز رامين وكنمشي من هذا الاتجاه هذا. تفاجئت دابا نقطع الطريق من هنايا وانا نجي نلقى هاد لو ديسان هذا، عرفتوا واش يبان لكم ولا لا؟ ها هو سي لو ميم ديسان اللي كاين تما مور ديك الحدايد. يعني واش تم التنقيل ديالو تما؟ لان هنايا ربما ما نعرف المكان غير ملائم، ولا تما خداو لي ميزور بريسيزيون بار ساتيليت ولا هذا؟ يمكن جو بونس كو وي.
دو توت فاسون بين هنا وتما بالنسبه لافريقيا والمسافه وصفر كيلومتر ما كاينش ميم با والو، سي مارج ديرور بسيطه ماشي مشكل. الو هنا سي لو كيلومتر زيرو كنظن، ولكن نتفق مع سي عبد الاله ان يجيو يديروا طرف السيمه هنايا ما كاين حتى شي بلاك. دابا اي حاجه خص تكون عندها واحد لابلاك معاها، بطاقه تقنيه، اشنو غيدير هنا، شحال تكلف هذا المشروع، شكون اللي غادي ينجزو، مكتب الدراسات اكسيتيرا اكسيتيرا. اي سيدي والو هذا البلا والو، ها الطريف ديال السيمه هذا، راه المال العام هذا صاحبي، راه المال العام. اللي متفق معايا مرحبا، اللي ما متفقش يديرها في الكومنتير. يلا ماشي زعمي، تهلاو في راسكم وللحديث باقي، انا نتبع هذا الموضوع هذا ان شاء الله وغنفتش مزيان ونزيد نعطيكم معلومات حول هذا الموضوع. صراحه هاد القناه وهاد الاهتمام بالتصوير واش غادي نقول لكم، فيه افاده كبيره انا بعدا ليا شخصيا. كنخرج بنية انني نتمشى، كنقنط يعني نفس الموضع كدوز منه، ولكن ملي كتصور كل مره كيجيك موضوع للراس، كتشوف شي ظاهره كتنتقدها ولا كتشيد بها والى اخره. بحال دابا مثال، نعطيكم مثال، طولت عاود يا كنبغي نهضر غير شويه ساعه كنصدق فيه. مثال، فإلا شفتوا هاد لي بلوك ديال السيما هادو، بون جات الطونوبيلة هي غتغطي عليهم، ها هي مشات، راه هما هادو لي بلوك ديال السيما كيتستعملو في الموانئ، عرفتي راه ملي قريت عليهم بقيت كنشوف كنقول للناس شوف البروفي يعني براءة الاختراع ديال داك هذاك البلوك ديال السيما، إلا صنعتيه خصك تدبر على الميريكان بحال ماكدو، تفتح ماكدو خصك لا فرانشيز. كاين ناس عايشه غير ب يمكن نقولوا بالخوا الخاوي، التعبير ديالنا بالحق العامر العامر ماشي الخوا الخاوي. ما نطولش عليكم، تهلاو في راسكم، رمضان مبارك وعيد مبارك، لان بقات يومين راك لابلاج عاود، وراك السردين مشوي في لابلاج ما نعرف السردين هذا العام ما نعرف. تحياتي.